ضمن جهود الحكومة الحثيثة في تقديم الخدمات الطبية بشكل أفضل للمواطنين وتطويرها، قامت الهيئة العامة لمشفى مصياف الوطني بإحداث أقسام جديدة في المشفى وإعادة تهيئة الأقسام الأخرى وزيادة عدد الحاضنات للأطفال وتطوير أجهزة الأشعة والطبق المحوري لتتناسب مع الضغط الحاصل للمشفى. براجعنا بقسم الإسعاف هون حوالي 400-500 مريض لقسم الإسعاف الجراحة والداخلية والإسعاف الخارجي، نقوم بتقديم كافة الخدمات من استقصاءات أشعة ومخبر وحتى إجراء عمليات إسعافية لكافة المراجعين ودون أي تأخير أو تقصير في العمل. قسم الداخلية من أكبر الأقسام في مشفى مصياف يقدم الخدمات المتنوعة، ونحن بقسم الداخلية وأنا داخلية عصبية وداخلية عامة تم إعادة تأهيله وتجهيز أفضل الأجهزة، الهدف دائما تقديم أفضل خدمات لمرضانا، والحمد لله هو معيارنا المريض يعني، والنتائج اللي بتشهدون أطبائنا كفؤين، طاقمنا التمريضي رائع، ويبقى المعيار مرضانا موجودين بالقسم هون كلهم، النظافة، الخدمات، الأدوية المجانية نادر ما تتوفر بمشافي ثانية. بالنسبة لعدد الممرضات عندنا هلا نحن مشافي المصنفة بالوزارة 200 سرير، عندنا عدد الممرضات الحالي 295 ممرضة، هو حقيقة إذا ما نحكي بشكل موضوعي هو عدد يناسب عدد الأسرة، ولكن بسبب زيادة عدد المراجعين وهذا اللي عم بيؤدي لضغط في العمل، كل الأقسام تقريبا نسبة الاستيعاب عندنا عم توصل أحيانا لنسبة 90% من عدد الأسرة، يعني بيكون كلياتها عدد المرضى، هذا الشيء عم بيصير يزيد العبء شوي على التمريض، يعني عم بتزيد عليه الاعباء العمل ضغط العمل. هلا هون نحن بقسم الاشعه مشفى الوطني لمصيف عم بيقدم خدمات يمكن بتوقع لكل المرضى، يعني عندنا معدل 250 مريض بس بالصور البسيطه، وطبق محوري معدل 30 مريض باليوم، والايكو وفي بانوراما وماموجراف وتصوير ظريف، يعني بتوقع انه كل شيء ما يجي المريض بده اياه فهم يتقدم لهم بالمشفى. مشفى مصياف الوطني يعتبر من المشافي الهامة والرئيسية في حماة، خصوصاً بعد الحرب الظالمة التي شنت على الشعب السوري، حيث خرج أكثر من 120 مركزاً صحياً ومشفى عن الخدمة، ما زاد من أعباء المشفى والكادر العامل به. خدمات ممتازة والطاقم كله على ما يرام، أحسن ما يكون، أحسن خدمة، والله يديمها الخير علينا ويرجع الأمن والأمان لهالوطن. اللي شايفته الحمد لله الخدمات كويسة، ليلي أنا جيت لهنا على المشفى هلق الحمد لله الخدمات كويسة. يقدم المشفى يوميا أكثر من 700 خدمة في قسم الإسعاف المركزي وأكثر من 400 خدمة تصوير أشعة وطبق محوري و30 عملية، كما يستقبل عددا كبيرا من المواطنين بقسم العيادات الشاملة ومزود بمركز لبنك الدم.